بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على الرسل والأنبياء الكرام. قول مولانا: وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين. أصيلة بالله ولا خالصة، لا فيها ريب ولا فيها شك. يعني عليش؟ لأن وقتها آت نزيني وبعد يكون ما يكون، ويعرفش مش يكون من انقلاب، انقلاب كلي عن كل ما وعد به المولى بالاستقامة والاستسلام له وتطبيق شريعته. ألا ما عندهمش منافقين؟ وذاك يوم علاش يكونوا في دار الترس من النار؟ خاطر أسقط خلق الله في تعاملهم مع الله. وقت يجي الخطر عبادة، وقت اللي ينسوا الخطر كل شيء ولا يطمئن وهو كله سلام، يرجو لعادتهم الأولى. سيرة مانا يستغله الشيطان على حساب الإنسان والجان بطبيعة الحال. والسلام علينا نحن آل محمد عليه الصلاة والسلام.